الجواب على سؤال هل وجبات العشاء ضرورية خلال شهر رمضان كيختلف من شخص إلى آخر. الأحسن حاجة هي أننا نأكل وجبة كاملة خلال وجبة الإفطار وما نتعشوش، ولكن كاين الناس اللي كيفضلوا أنهم يأكلوا وجبة خفيفة غير يسدوا الجوع ديالهم خلال لحظة الإفطار وما كيقدروش يأكلوا بزاف، ديك الساعة ممكن لهم يدوزوا الوجبة العشاء. غير أهم حاجة ما نحسوش بالتخمة وما نحسوش براسنا متقلين وما قادرينش نوضوا من بعد.